عاجزا ويشل اللسان عن التعبير. احنا دايما منحب نحكي بلساننا لقلوبكو بلغتنا بعاميتنا، ما منحب نتفطحن كتير ومنحب دايما نكون قريبين الكو، عشان هيك بنحكي مع بعض زي ما بنحكي لانفسنا. بفرحنا جدا، بسعدنا جدا وجودكم معنا في هذا اليوم عيد الام. عيد الام مش متاخر عليكم كيف قالوا المواقع. احنا دايما قلنا في النادي وبنقول دايما يوم الاثنين صار يوم مقدس بالنسبه للنادي، هو يوم النادي، فمنحاول دايما كل احتفالاتنا وبرامجنا نعملها يوم اثنين. نبدأ ومنقول الله يخليكم، الله يخليكم أولادكم، بنعاد عليكم بالصحة والسعادة، وأهم شيء أهم شيء الصحة 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 الكاملة. باسمكم جميعا بدنا نرحب برئيس مجلس الرامي السيد شوقي أبو الطيب، والأستاذ أسعد الأولى مدير مكتب الشؤون الاجتماعية. باسمكم أيضا نرحب بالأستاذ سميح شقير أستاذ اللغة العربية في مدرسة الرامي الثانوية. أبى إلا أن يشاركنا فرحتنا بما في جعبته من أقوال الأمهات الفاضلات. أهلا وسهلا بالجميع. قال جبران خليل جبران: إن أعذب ما تقوه به البشرية هو لفظ الأم، وأجمل منادات في الوجود هي أمي، كلمة صغيرة كبيرة مملوءة بالحب والأمل والعطف وكل ما في القلب البشري من الرفقة والعذوبة. أيتها الأمهات يا رياحين الدنيا حيثما كنتن في الأرض، سلام عليكن أبعثه أنساما عاطرة من شغاف القلب، وتحية لكن أرسلها في عيدكن مع كل غمامة سماء لتنثر عليكن عبقا من عطر باقات ورود من زنبق ونرجس وحبق. أنظر إليك أختي الأم وأفكر وأعدد الفضائل التي قدمتها كل منكن لأبنائها منذ كانوا في داخل الرحم يشرب طفلك من دمك من خلال شريانك ويتغذى من لحمك، إلى أن اكتملت أشهر الولادة ووضعت طفلك وبآلام شديدة. أيتها الأم في المهد الوثير ليرضع من لبنك الصافي الطاهر حتى تعطيه نعمة الحياة، ليتطبع من أطباعك وتشرب من أخلاقك من علمك. أيتها المعلمة الأولى الأصيلة التي وحدك تعلمين أطفالك بدون قرطاس وقلم في هذه الدنيا. الأم مهما قلنا في اللغة العربية وقواميس اللغة العربية قد تعجز، وخير شأن على ذلك كلام الله تعالى حين جعل الجنة تحت أقدام الأمهات، فهو أفضل تعبير وأفضل معنى. الأم هو المخلوق الذي اعتمر الكون بوجوده. فبالمناسبة كلكم كل عام وانتم بخير. كمان مرة عبارة أردتها دائما: أنا أقسم بالله أنا نذرت نفسي من أجلكم، فأنا معكم بما شئتم، أنا معكم، وهذا الحفل لي ولكم لأجل عيونكم أحيا
لأجل قلوبكم قلمي وزفرة واحد منكم تمزقني من الألم. لكم حبي، لكم عطفي، لكم روحي ووجداني وأفكاري أقسمها، فنصف للذي أهوى وأنتم نصفها الثاني. ليه يا ملك؟ ده انا ظلمة كبير.